وصلنا لفقرة كتير حلوة كتير مميزة. مثل ما شايفين النحاس اليوم مع زخرفاته مزين صباحنا. رح نتعرف أكثر عن العمل على النحاس وخاصة من سيدة، يعني ما مبين عليكي بتشتغلي بالنحاس. رح فيكي مروة البيطار، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك حبيبتي، يسعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا، يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا النور. فيكي أهلا مروة. وسهلا. نحكي عن البداية، شو خطر لك تشتغلي بالنحاس؟ بنعرف انه زوجك بيشتغل بالنحاس وانت بلشتي تشتغلي تقريبا بـ9 سنين. مظبوط. خلينا نحكي عن نظرة المجتمع لك كسيدة عم تشتغل بالنحاس، واخذتي النحاس كهواية ولا كشو؟ خلينا نحكي عن البداية. هلا انا زوجي هو حرفي نحاس اكثر من 25 سنه، صار له من 9 سنين بلش يشجعني انه خليني اعلمك، خليني هو يعني اللي طرح شايف عليك فيكي ايه. الفكره. وانا كنت بالاول متردده انه شغل، يعني هي حرفه بدها قوه بدنيه، يعني اول شيء يعني بدها قوه رجل. بعدين مرقت فتره صغيره صار يشتغل بالبيت، لقيت انه فعلا في متعة. في شيء كثير حلو. اي من وقتها بلش يعلمني ولهلا عم بيعلمني. كيف بلشتي اول قطعه بلشتي فيها شو كانت؟ كنت كثير مبسوطه رغم كل الغلط اللي كنت عم بعمله. يعني هو يعني هي حرفه ما بتتعلم بسهوله، يعني مستحيل الواحد يقدر يتعلمها بهالسهوله، وهي لها كثير مجالات. يعني لهلا انا في مجالات عم بتعلمها. شو اصعب شيء عليك؟ يعني شايفين ركوة القهوة العربية، يمكن عليها زخرفات تمام، باللغة وكتابة. العربية وكتابات. خلينا نحكي عنها، بدها شغل كتير دقيق مظبوط وصعب كأنه. مظبوط. هلأ هاي الركوة حفر، هو الحفر أنا أول شيء تعلمته، والحفر له بلشت من الأصعب. ايه هو بلش لي من الاصعب. هلا شوفي، مجرد ما تعلم الواحد هذا الحفر بصير كل شيء عليه بقى سهل، مشان هيك هو عرف منين يبلش. يعني شو سالتيني بس؟ عفوا، عم بسالك انه مثل هيدا البريق تمام. مثلا قديش هو بتحسي صعب عليكي؟ قديش فيه دقه بالشغل وبنفس الوقت يمكن رقي الانثى او متعة. ذوقها، قديش بضيف شيء مميز؟ مزبوط، هو بضيف لمسه انثويه حلوه، يعني بتبين واضحه بالقطعه. القطعه بتاخذ من روحي، يعني انا بدي اعملها بحب. اذا انا ما عملتها وانا مبسوطه فيها ما حتطلع حلوه. أكيد. اول شيء هي صعب، شايفين مصبات قهوه وقهوه واكسسوارات، يعني كل شيء بحب الركوة. قديش مميزه هو صعب الشغل، بس وفيه دقه كثير. يعني انا مثلا وقت بدي اشتغل بدي يكون ما في ولا فكره براسي لحتى اقدر كمل وخلص القطعه، ما خربت، لانه الغلط ممنوع. مروة، بنرجع على الركوة، قديش أخذت معك وقت؟ وشو اللمسة الأنثوية اللي عملتيها أنت بهالركوة؟ طيب، هلأ أنا أقل قطعة بتاخذ معي وقت من تقريباً 5 أيام. مع الطبخ والنفخ والجلي وكل شيء. يعني لحتى بياخذ في، على حسب كل قطعة هو، لحتى في قطعة بتاخذ أسبوعين، بتاخذ 20 يوم. انا ام عندي 3 اطفال. الله يخلي لك. يعني يا بقدر وازن، يا بدي وازن بين شغلي وبيتي لحتى اقدر بس انه زبط الوضع. يعني بالفترة الأخيرة خلينا نشوف هاي القطعة اللي كتير حلوة، صار كتير دارج الإكسسوارات وهيك مدخل فيهم أسماء. هي مكتوب عليها أسماء، ما بعرف إذا مبينين تبين هيك أو هيك يا. ما هيك شوي مبينة، فيها كتير أسماء. هي بتنحط بالإيد بالإضافة لهيك. خلينا نحكي عن هالقطع. تمام. هلأ هذا آخر الشيء عم بعمله. ليش؟ لأني لقيت إنه هن فئة قليلة اللي بيهو النحاس. بقى حاولت إنه وازن بين النحاس اللي هو شيء قديم وشيء هلأ عصري جديد حلو، والصبايا تعرف انه في شيء اسمه نحاس، مو بس الكبار بالعمر. تمام. مو بس فضه وذهب، مو بس فضه وذهب مثل مو بس فضه وذهب. مزبوط، انه في شيء اسمه نحاس وبنقدر نعمل منه اي شيء.
تمام. اي شيء الفكره بس تيجيكي مروه كيف بتبلشي؟ يعني انت قررتي مثلا تعملي هاي القطعه ولا البلاك يعني قديش بتاخدي وقت كمان لتبلشي بالفكره تعمليها صح؟ وشو هي الاجراءات اللي اول شيء بتبلشي فيها لصناعه النحاس لاكسسوارات النحاس؟ الاكسسوارات هلا بالاكسسوارات بيجي ببالي يمكن شيء من فوق العشر تصاميم باليوم لانه انا مفرغه لهذا الموضوع. بعدين ببلش انه في مجرد ما يكون عندي انا الادوات يعني المواد الاوليه بقدر ببلش باي شيء. مثل هاي القطعه مثل التو قديش اخذ معك وقت؟ هاد اخذ معي 6 ايام. هاد انا نسيت هلا شوفي هدول القطع كل شيء نقش شايفه المطرقه وهذا الألم البولاد النقش هدون بينشغلوا بهدون. أما هاد في منشار خصوصي بينشغل فيه. خلينا نشوفه يا سمر أكثر. هذا الطوق علي المميز. والنحاس في منه لون نحاس ملبس. على فضي. نحاس ملبس. طيب النحاس مثلا مطلي. نحاس ممكن يأثر مثلا يغير لونه، ممكن يدبغ على الجلد، ممكن على البارفان يصير شيء. خلينا نحكي هاي قطع الاكسسوارات. هلا احنا النحاس مزبوط بيعطي لون اخضر على الايد، بقى مشان هيك انا هدول القطع كلياتهم مطليين. يعني هو بينطلع قشره ذهب، الاسواره الكبيره اللي كنتي حاملتيها ذهب، اسواره حرف الكاف لبنوته اسمها كارما كمان ذهب، هنيك فضه، يعني على حسب. خلينا نشوف اذا قد ايه مهضومه مبينه هيك حرف الكاف. مروه كيف ملاقيه اقبال السيدات على النحاس؟ كيف ملاقيتيهم هن نكتار ولا لسه ما انتشرت هي القصه عندهم انه سيده عم تشتغل لهم اكسسوار من النحاس؟ شو رايك؟ بالعكس كثير فرحت، هن اللي شجعوني. يعني هالكم الهائل من الكلام الحلو والتشجيع كثير يعني صار عندي همه اكثر، صرت انا بدي اعمل شغلات اكثر، صرت بدي اعمل شيء يعجبون. وخصوصي اللي بيعطوني تصاميم، مثلا هي بتعطيني فكره وقت بتلاقيها تنفذت واحلى مما بتتخيلها كانت، قد ما انا بكون مبسوطه قد ما هي بتكون فعلا مبسوطه. بهذا الشيء كثير بيشجعني حتى بالشغل النقش والحفر. كثير وقت بشوف مثلا بكون قاعده عم بشتغل بالمحل وبشوف عالم واقفه هيك ومذهوله، يعني انا بكون بقمه سعادتي. مروه هلا نحن بايام سوشيال ميديا والانتشار بشكل كثير فظيع، يعني انت وببيتك ممكن القطعه توصل لكل بيوت بالعالم. خلينا نحكي اليوم عبر التسويق على السوشيال ميديا. وعندك زباين وكيف تتعاملي معهم وكيف عم يتقبلوا شغل الانثى بالنحاس؟ تمام. هلا بقول لك شغل النقش والحفر وكله انا وزوجي نحن بشركه سوريا للحرف بمحلات ابها بالتكيه السليمانيه. بقى هنيك بنشتغل كل شيء بخص الحفر وكل شيء بخص الاواني المنزليه والركوات القهوه والصمديات والمزهريات كل شيء هني. الاكسسوارات عملت صفحه على الفيسبوك اسمها مرمر زمان وعم بعرض عليها ما بعرف هو استغربت هو فرحت هو ما عاد عرفت، يعني انه تقريبا 15 يوم كان عندي من فوق 1200 متابع. اكيد بنتمنى لك دائما التوفيق. مروه كيف ملاقيه الاسعار؟ القطع اليدويه دائما بتكون غاليه، هي هل اسعارك هي مناسبه للجميع؟ هلا تقريبا اسعاري مناسبه، بس انا يلي بيعرف بالشغل اليدوي بالحرفة اليدوية حيعرف أنا شو عم بعمل. يعني وقت أنا بيجي حدا عندي على المحل وبيشوفني أنا كيف قديش عم بتعب وأنا عم بشتغل فيها، خصوصي أنا بنت وشاكوش وفي عنا مثلا مثل هدون القطع، أنا جبت لكم قطعة خام وقطعة خالصة، هدون مثل بعض، هدون بيكون مسكوب بقلبهم رصاص، يعني انتم متخيلين قد ايه وزنه بيكون؟ وزنه كثير ثقيل مشان ينفر هذا الرسم يطلع لبرا ينفر. بقى يلي بيعرف انا شو عم بعمل اكيد حيقدر انه انا عاطيه من روحي فيها. يعني هي كل قطعه حامله معها قصه بتضل معها طول العمر.
يعني حياخدها حيعرف شو أكيد هي. النحاس بيتلمع النحاس بيرجع جديد ما أحلى لو بعد سنوات. مزبوط. كيف ممكن كمان نستخدم أي قطعة موجودة هون مثلا نستخدمها؟ أي فينا نستخدم عادي بس بشرط تكون مطلي قلبها. يعني ما في ضرر يعني إذا ركوت القهوة ما في ضرر. هلا لحظة ركوت القهوة في بقلبها أبيض. تمام. هو هذا القصدير الخام. مجرد ما نحط بقلبها القصدير الخام هي صارت صالحة للاستعمال. تمام. مروة يعني كتير فخورين بأنثى عم تشتغل بمهنة رجل ومحافظة على هذا التراث يلي هو كتير مهم الحفاظ عليه، ويمكن السياح بتتوجه لعندكم. مزبوط. وبتاخد قصص من وحي الشام. مزبوط. وهي مشغل أنثى. شكرا كتير لك، شرفتينا. موفقة يا رب حبيبة قلبي. أهلا وسهلا. أكيد يا مروة موفقة، بنتمنى لك أكيد النجاح. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا.